أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في كل مكان من جديد مع الموجة المفتوحة المقدمة لحضراتكم من قناة هلا بالتعاون مع الموقع الإخباري بنت. نستعرض أهم الموقع بنت، وطبعا الإخباري يتعلق بالأمور التي في غزة، مثلا الحرب في غزة، وكذلك أمور تتعلق بالمجتمع العربي من جميع الجوانب. إذن في عالم الاحتفالات والمناسبات يعتبر تزيين الحفلات بالبالونات فنا يضفي على كل حدث لمسة من البهجة، وذلك من خلال الألوان الزاهية والتصاميم الإبداعية التي تحول البالونات البسيطة إلى أعمال فنية تعكس شخصية وطابع الحدث وتجعل كل زاوية من زوايا الحفل تنبض بالحياة والسعادة. للحديث أكثر عن هذا المجال تنضم إلينا عبر الزوم إيلانا أبو حمدي بركات من يركا، والتي تعمل بتصميم وتزيين البالونات لجميع المناسبات. أهلا ومرحبا بك إيلانا. هلا. بداية، هل لك أن تعرفينا على مجال عملك بشكل موسع، خاصة في مجال تزيين الحفلات بالبالونات؟ هلا اخ شاكر، المستمعين والمستمعات، بحب اعرفكم عن حالي في الاول. انا ايلانا حمدي بركات من الشمال، بشتغل كمنسقه ومصممه بالونات، ايضا بشتغل كمديره فرقه في مركز الخدمات للمواصلات العامه. عن نفسي معي كمان لقب أول في الفنون، وأنا كثير بحب عالم الفنون، والبالونات هو جزء لا يتجزأ من الفنون. إيلانا، كيف يمكن للبالونات أن تضيف جوا مميزا إلى الحفلات؟ للبالونات رونق خاص وحضور لا يقارن ولا في أي نوع زينة آخر. البالونات كثير بتعمل إحساس حلو، كثير بتعطي أجواء جميلة دافية فرحة، الألوان نفسها أيضا. ففي كل مناسبة بتلاقي، إن كان ولادة إن كان احتفال افتتاح محل، بتلاقي البالونات موجودة. نريد أن أسألك عن أكثر الأنماط أو التصاميم التي تفضلينها في تزيين البالونات. طبعا في تزيين البالونات انا كثير بهتم لطلب الزبون، للقدره الماديه للزبون، كل زبون والتصميم الخاص فيه. فيش تصميم خاص بقى على اكثر من زبون، على زبون كيلو، لكل زبون فيه بتلاقي ميزه بتميزه عن الشخص الاخر. فكمان هيك في زينه البالونات، لكل شخص والزينه والميزه والصوره والإشي اللي بيختلف عن الآخرين، ما فيش نمط معين واحد. نعم إيلانا، أردت أن أسألك عن الأحداث أو المناسبات التي تستمتعين بتزيينها بالبالونات بشكل خاص. أنا بستمتع في كل المناسبات، بس أكثر مناسبات هيك قريبة لقلبي هي مناسبات خاصة عيد السنة للأطفال، خصوصي لانه هن فيش عندهم كيلو بيعبروا شو هن حاسين. فبس اشوف الفرحه في عينين الطفل، في عينين الاهل كمان، ملهوفين على الزينه، على الالوان، كيف طلع كله مندمج وملائم لبعضه. هذا اكثر واحلى شعور انا ممكن احس فيه واحظى فيه. اكثر المناسبات هي اعياد الميلاد للاولاد الصغيرين. سؤالنا إيلانا، كيف تقومين بتحديد تصميم البالونات المناسب لكل حفل؟ أول شيء بتكون معنا في كيلو تواصل بيني وبين الشخص، بين الزبون، بحكي معه مناسبة بحب. طبعا أنا بعملش زينة اللي أنا بحبها لما الزبون نفسه مش مقتنع فيها، بنحاول نوصل مع بعض لاتفاق لزينة، لألوان، للمكان اللي يقبل على الطرفين، كان انا ولا كان الزبون. وفي الاخر نوصل للنتيجه النهائيه، بعد طبعا ما تواصلنا حكينا، حتى مرات لو انا اعمل الزينه ما كانش الزبون موجود
بنوصل بنكون دائما في تواصل، لان كثير بيهمنا الزبون يكون مبسوط ويكون عند حسن ظنه في تزيين البالونات. سؤال إلنا، كم من الوقت عادة تحتاجين لترتيب تصميم والزينة طبعا لكل حفل؟ هل هو حسب ضخامة الحفل أم مثلا عيد الميلاد، نأخذ على عيد الميلاد يعني، كم من الوقت يستغرق ذلك؟ كيف قلت أخ شاكر، كل مناسبة وحسب الزينة اللي احنا رح نعملها. عيد ميلاد يستغرق وقت بين ساعة ونص لساعتين. جميل. إذا ما هي المواد والأدوات التي تستخدمينها في عملك لجعل تصاميم البالونات التصاميم تكون متميزة يعني؟ هذا سر المهنة، بس طبعا البالونات في جودة جدا عالية. كمان إضافات، أنا كمان كثير بعمل حملات اللي تلايم الزباين وخصوصا في هاي الفترة، فدايما بضيف اكسسوار معين على الزينه اللي ممكن كمان يضيف رونق وفخامه للزينه، وكمان بيكون هديه مني للزبون. اريد ان اسالك عن اكثر التحديات التي تواجهينها في عملك يعني في تزيين الحفلات بالبالونات، كيف تتغلبين عليها وهل اثرت الظروف الراهنه بسبب الحرب على عملك؟ للاسف زي كثير ناس، انا شخصيا حسب من اجل الحرب قعدت تقريبا 4 أشهر ما اشتغلتش بالونات. قبل جمعتين كان عندي اول زينه من بعد الحرب. الاشي كثير اثر وادى لانخفاض كمان في المدخول، لانه الزينه كانت دخل اضافي، ففي هاي الفتره كان ناقصني كثير الدخل تبع البالونات، والفتره كثير اثرت زي اشخاص ثانيين وكمان منسقين ثانيين عليهم. السؤال التالي، كيف يمكن تزيين الحفل بالبالونات ولكن دون مبالغه ودون صرف مبالغ كبيره فيه؟ طبعا بحب او احكي شغله، فاللي بيعرفني وزين عندي بيعرف قديش اسعاري جدا بسيطه، لانه انا كثير بهمني كل الناس تحس وكل الناس تزين، كل الناس تحس في هاي لهفه الزينه وتحس انه هي عملت إشي لاولادها وبسطتهم زي ما انا عملت طبعا لابني. التكاليف بتتعلق في جوده البالونات، شو احنا رح نحط مع البالونات، كيف الإشي رح يكون، فمتعلق في عده عوامل. وطبعا في المحل اللي رح يكون فيه البالونات، ان كان في قلب البلد ان كان بريت البلد، فكلها في كثير عوامل متعلقه وبتحدد السعر. بس طبعا انا دائما بحاول ودائما بكون ملتزمه في السعر اللي بحط لي اياه الزبون. سؤالي التالي، هل يمكنك مشاركتنا ببعض القصص الجميله او اللحظات المميزه التي عشتها أثناء عملك في تزيين الحفلات؟ كل زينة كل احتفال كان مميز عندي، بس أكثر زينة وأكثر احتفال كان بالنسبة إلي مؤثر وهو اللي فوتني لعالم البالونات هو عيد ابني السنة. أنا بلشت طريقي في البالونات لما زينت لابني عيد ميلاده السنة، كانت الزينة كثير حلوة، كثير كان الإشي مؤثر. صرت بتذكر أنه صرت لساعة متأخرة عشان أقدر أكمل له الزينة عشان أشوف ضحكة ابن عمره سنة، فبعدني بتذكر هاي اللحظة، بس ابني شاف، بس ابني هيك تحمس كثير، فهذا كان أكثر احتفال قريب لقلبي وكثير كان مؤثر بالنسبة لإلي. إلانا، هل لديك نصائح للأشخاص الذين يرغبون في تزيين الحفلات بالبالونات، يحاولون تزيين الحفل بمبلغ متواضع، هل بإمكانهم فعل ذلك؟ طبعا دائما الواحد يتذكر ما فيش حدود، فيش إشي معين، كلنا نقدر، إن كان أنا ولا أي حدا أو أي مصمم أو مزين في هذا العالم، هو اللي بيحدد السعر. طبعا ما يشتغلوش في خسارة، بس كمان يشتغلوا في حق، يعطوا من قلبهم، يعطوا قديش بيغضروا. وكثير بشجع الناس إن كان صبايا ولا شباب يفوتوا على هذا العالم، هذا العالم جدا جدا جدا
جدا مريح، جدا مشوق. كمان هو الشغل البالونات كنوع من العلاج، ولا حدا ناقصه ضغوطات. لما تيجي تشتغل في البالونات الاشي بخليك تطلق كل الشعور السلبي، كل الضغوطات. فانا كثير بنصحه بشده، وطبعا الواحد يشتغل في حق الله، الواحد كمان ما يخسرش بس كمان ما يشتغلش كثير، وفي الاخص في وقتنا هذا وفي الظروف اللي احنا عم نمرق فيها. إلانا، في ختام هذه المقابلة أخبرينا إلى أين تطمحين بالوصول؟ يعني هل هذه هواية أم بإمكانك أن تربحين الأموال من ورائها؟ شكرا كثير على السؤال. شغل البالونات بالنسبة لي هواية، عندي كثير أهداف، كثير أحلام في حياتي اللي رح أشتغل عليها ورح أحققها، بس دائما البالونات رح يكون جزء لا يتجزأ، حتى لو ما كملتش أشتغل فيه كمهنة أو كهواية أساسية. ف لا، البالونات رح يكون دائما عندي كهواية. شكرا لك إيلانا أبو حمد بركات، كنت معنا عبر الزوم من يركا. شكرا لك، ونأمل أن نلتقيك في مناسبة أخرى. شكرا. شكرا لكم على الاستضافة. أعزائنا المشاهدين، نتوقف الآن مع فاصل إعلاني، ثم نعود ونتابع هذه الموجة المفتوحة من قناة هلا بالتعاون مع الموقع الإخباري بانت.